ظرف القضية الفلسطينية، جدل حول تأجيل جلسة القانون المتعلق بتجريم التطبيع بين النواب. نحكي في الموضوع تدسويت مع رئيسة اللجنة. رئيسة لجنة الحريات بالبرلمان هالة جبلة، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك مدام هالة. نور، مساء الخير، شنو أحوالك؟ يعيشك الحمد لله. جدل اليوم في البرلمان وبرشة تصريحات من عدد من النواب الرافضين الحقيقة لتأجيل هذه الجلسة التي كانت مبرمجة غدا، فما شكون قال سنتصدى، فما شكون قال إذا كان فما تلاعب مانيش باش نسكتوا، فما شكون قال هذه محاولة اليوم حتى أنه القانون ما يتعداش. شنو اللي صاير بالضبط؟ علاش تأجلت الجلسة المبرمجة غدوة؟ شنو اللي قاعد يصير في الكواليس السيدة هالة؟ حقيقة أنا كرئيس لجنة الحقوق والحريات اللي يوصلني من الكواليس أنه مكتب المجلس ورئيس المجلس ارتأوا أن نقوم بمزيد الاستماعات، خاصة أن الجهات اللي تقدمنا لها بدعوة لجلسة استماع ما كانتش في المدة الفارطة موجودة في تونس البعض منها، أو لم يتم التنسيق جيدا لهذا العمل. مكتب المجلس التروي والنظر في المشروع وطرح المقترح هذا زاد لإبداء الرأي من بعض الجهات كالمجلس الأعلى للقضاء. الكواليس الأخرى إذا كانت موجودة، أنا كلجنة الحقوق والحريات كرئيس لجنة الحقوق والحريات أجهلها وأنزه زملائي النواب بالتلاعب من التلاعب بالمقترح هذايا، خاطر المقترح هذايا مهم جدا بالنسبة لينا، حاجة تبعث على الفخر وعلى الاعتزاز بالموقف التونسي المشرف بموقف زملائي النواب اللي خدمنا على المقترح هذا وخرجنا بصيغة معادلة توافقية، وبطبيعة ديما زادا منفتحين حتى للجهات الحكومية إذا كان باش تتعاون معنا في استكمال صياغة المقترح هذا في الجلسة العامة، وإلا بعد الاستماع إذا فينا اليوم اتفقنا وإلا توصلنا للاستماع. غدوة باش تقرروا الجلسة وقتاش باش تكون؟ هو في الوقت الحالي شفت مخرجات وقرارات مكتب اجتماع مكتب المجلس اللي صار اليوم، وهذا كان معناها اجتماع مخصص للنظر في تطورات القضية الفلسطينية وفي تطورات استكمال المقترح القانون. رينا لي في القرارات المجلس اللي تم تعيين يوم الخميس 2 نوفمبر كجلسة عامة لطرح القانون على السادة النواب للمداولات وللتصويت، وهذا إذا تم بالطبيعة الاستماع للجهات اللي توجهنا لها. هذا ممكن في 4 أيام سيدة هالة، معناتها القانون فيه برشا الحقيقة أخذ ورد، خاصة الجانب الرياضي ربما المثير للجدل والجانب الثقافي وغيره. هو اللي مؤكد اللي القانون هذايا خدمنا عليه واستشرنا عليه زاد بعض الأطراف وقعدنا عليه برشا ودرسنا الجوانب نتاعو الكل، عمل اللجنة هذايا وعمل كافة الزملاء النواب، خاطر كما قلت لك كل الكتل كانت ممثلة وكل الزملاء الغير المنتمين زاد كانوا ممثلين في أعمال اللجنة، كانت لجنة استثنائية في العمل نتاعها وفي حضور النواب. دونك اتطرقنا لأوجه القانون هدية من الأوجه الكل، وكما تعرف القضية هدية هي قضية إنسانية بامتياز وقضية دولة مغتصبة وأطفال عزل يغتصبون ويقتلون بدون وجه حق، ولذا القضية كبيرة برشا ورمزيتها كبيرة
تاريخيا وفي الوقت الحالي. أستاذة هالة، برشا الناس متقلقة تقولك معناتها ربما الوقت وضغط الشارع وضغط القضية والرأي العام اليوم ينجم يخلي كلجنة انتوما كلجنة وكنواب وكبرلمان تتسرعوا في بعض القوانين، تتسرعوا ربما تخليوش بعض القوانين تكون واضحة، حتى غدوة القاضي ربما يمشي في الاجتهاد في تطبيق بعض القوانين، يكفيوا الأيامات هذوما حتى تكون كل القوانين واضحة ولا لبس فيها، حتى لا بعد في تطبيق القوانين هذه ما نطيحوش في بعض المطبات القانونية. أستاذة، العمل على المقترح القانون تجريم التقديم عن كيان الصهيوني راهو ما جاش جديد اللحظة ولا ساعة معناها عملية الطوفان الأقصى وإلا عبثا وإلا لهبة الشارع. المقترح هذايا دخل لمكتب الضبط مجلس النواب منذ آخر شهر جوان وأحيل على لجنة الحقوق والحريات يوم 17 جويلية. عملنا أول لجنة جلسة عمل على المقترح يوم 31 جويلية، واللجنة قاعدة معناها عندها فترة وهي تدارس الموضوع هذايا وتناقش فيه وتحاور الجهة المبادرة ونشوفوا في مقترحات التعديل بين الكتل البرلمانية، واحنا في انتظار معناها الجهات الرسمية انها تكون موجودة بحثنا اللي هي معنية بالقانون هذا. ولذا نظرة النواب ونظرة مجلس النواب للقانون هذايا هي ماهيش نظرة عاطفية فقط، ولا هي نظرة اللي الهبت الشارع كما دينا العباد خرجوا احنا مشينا نكبينا على مشروع قانون. لا، هذه حاجة مأمنين بها من اللي دخلنا للبرلمان قاعدين نخدم عليها، لكن جات الفرصة المناسبة اللي باش تخلينا نعطيوه اهتمام أكثر، اللي باش نطلبوا فيه تسريع نظر، اللي باش يكون متزامن مع الموقف الشارع التونسي ومع السياسة العامة للدولة التونسية. وإحنا كما تعرف مفوضين من الشعب هذايا ونمثلوه وندعموه في مواقفه، وإحنا هنا باش نترجموا مواقف الشعب التونسي إلى قانون يحترم ويعزز موقف القضية الفلسطينية دوليا. نهار الخميس نجمو في آخر النهار نشوفوا القانون سعيد صادق عليه وأصبح سري المفعول. هذايا ما يكونش من معناها من مشمولات لجنة الحقوق والحريات. كما تعرف احنا كملنا العمل نتاعنا في الوقت الحالي ووجهنا التقرير الى مكتب المجلس، مكتب المجلس اقترح المزيد من الاستماعات، دونك احنا نرحبوا بها باش نكونوا موجودين في المجلس للاستماعات هذوما ولإدراجهم في تقرير اللجنة. بالنسبة لتحديد مواد الجلسة العامة وما الى ذلك من اجراءات تليها تكون في يد مكتب المجلس. ما تخوف بعض الرياضيين من هذا القانون، شو نجم تقول لهم استاذ هاله جاب الله؟ برشا رياضيين متخوفين من القانون اليوم يطيحوا في مطبات، خاصه اللاعبين المحترفين. هو راهو هذه القضيه وهالموقف هذايا لم يطرح اليوم استاذه. القضيه هذه هي قضيه ذات بعد انساني بالاساس، هذه قضيه نصر فيها شعبا ضد كيان غاصب وارهابي. الرياضيين التوانسه ما كانوش يستناو في القانون هذا باش يعبروا على رايهم. في السابق المعروفين المحترفين من فنانين ومن رياضيين تونسيون، كلنا كشعب تونسي مؤمنون بهذه القضية، ورينا في عدة مناسبات وفي أغلب المناسبات اللي أي رياضي تونسي في أي تظاهرة يلقى روحه في مواجهة مباشرة مع شخص آخر، ما نحبش أنا نقول نسميه باسم رياضي، شخص آخر من الكيان الغاصب ينسحب، وهذايا معناه انتصارا وموقف تسجيل موقف مع القضية الفلسطينية. دونك التساؤل على الموضوع هذا بالذات هو راهو نشوف اللي هو تساؤل غير مطروح، على خاطر احنا توانسة موقفنا واضح.
انا سالتك على النقطه هذه، خاصه لاعبي كره القدم احيانا عندنا محترفين في عدد من النوادي الاوروبيه يلقى روحه يلعب في فريق فيه شخص من الكيان المحتل، معناتها شنو يعمل في الموقف في النقطه هذه؟ هل ينسحب من احنا المباراه القانون وهو يحترف ولا شنو يعمل؟ احنا مقترح القانون اللي قاعدين نخدموا عليه اللي هو مازال مش نهائيه، نشير فيه الى ركن التعمد والى الاتصال المباشر او عبر وساطة بالنسبه للاشخاص في تصرفاتهم وفي حياتهم الخاصه او العمليه. كل واحد باش يعمل حياته كما هو يرتئيها، واحنا كمجلس نواب من الجهه القضائيه باش ننظروا من بعد كيفاش باش نعملوا فيه ولا لا. معناها احنا العمل نتاعنا ينتهي هنا، الجهات القضائيه عندها القانون، عندها التتبعات، عندها الابحاث، وهي لها تجد النظر في المواقف هذه. واضح، شكرا لك رئيسة لجنة الحريات بالبرلمان أستاذة هالة جاب الله، شكرا لك على كل التفاصيل اللي قدمتها. تقابلوا إن شاء الله في مواعيد أخرى، احنا مواصلين معكم لقاءنا 8:28 دقيقة على موجاتنا. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 في 60 دقيقة. في 60 دقيقة موعدنا متواصل معكم، جمل الخبراء في العالم.